فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند انتهائي من صلاة الفجر أقوم بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين مرة واحدة، فأجمع يدي وأقرأ وأنفث، ثم أمسح جسمي كاملا وأكرر هذا 3 مرات، فهل هذا مشروع؟ هذا عند النوم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يريد النوم، ما هو في بعد الفجر. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.